في موقف المحايد اختارت الأمينة العامة لحزب العمال التموقع، فلا مبادرة هيئة التشاور والمتابعة لتنسيقية الحريات والانتقال الديمقراطي، ولا مبادرة الجدار الوطني الداعمة للرئيس بقيادة الأفلان، أقنعت زعيمة حزب العمال للانضمام إليها. ولكن لا يمكن مثلا أن نشارك في أرضية سياسية اللي تكون تهدف إلى تقاسم السلطة، اللي تكون تهدف إلى التقليل من حرية الأحزاب، أنه لازم يكون انضباط. لا، إحنا مستعدين نعملوا أعمال نشاطات مع يعني وحدوية، لكن دون يعني التضحية بالسيادة نتاعنا لأنها رأس مالنا. لويزا حنون وخلال الندوة الوطنية لحزبها المنعقدة بزيرالدا تطرقت مرة أخرى إلى قضية عودة وزير الطاقة الأسبق شكيب خليل، مشيرة أن خليل أعاد في ظروف غامضة. فيما يخص عودة وزير الطاقة السابق، وهرولت البعض تساؤلات عدة وشكوكا مشروعة وأيضا مخاوف من الغد المجهول، فحذاري من المغامرة. إن الوضع الوطني لا يمكنه تحمل المزيد من التعقيدات. الندوة الوطنية التي عقدتها حنون سرعان ما تحولت إلى مؤتمر استثنائي اقتضته ضرورة وضع حد لمن أسمتهم حنون بالمتمردين في الحزب، ليؤكد المؤتمر مرة أخرى شرعية وجود حنون على رأس تشكيلة العمال، خصوصا وأن مسألة تزكيتها لعهدة أخرى لا غبار عنها حسب الحاضرين. أنتم بتصويتكم افتتحتم أشغال المؤتمر، وبعد ذلك تعرض عليكم جدول الأعمال. هذا وحذرت حنون من المديونية الخارجية والداخلية، وتطرقت لمجموعة من الحلول التي ترى بأنها قد تغني الجزائر عن المديونية، أبرزها إلغاء الشراكة مع الاتحاد الأوروبي الذي سيوفر على الميزانية 1.4 مليار دولار سنويا حسب زعيمة حزب العمال.